ما في بس. يعني الإنسان إذا قال ربنا لك الحمد والشكر لا يقال وقع في منكر، لكن لا يلتزمها. السنة أن الإنسان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأذكار، لأن هذه الأذكار الأصل فيها توقيفية. لا شك أن لله الشكر، ما أحد ينكر هذا، والله تبارك يقول أن اشكر لي وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني بدل شكركم تكذيبا. فشكر الله واجب، لكن أفعال الصلاة توقيفية، فلا يجوز للإنسان أن يجتهد في مثل هذه الأمور. فلو قالها مرة مثلا ربنا لك الحمد والشكر، يعني قد يقال لا بأس، لكن لا يلتزمها، ليست سنة. السنة ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يعني لا يتعبد الله بغير ما شرع، سواء شرع في كتابه أو شرع في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه لا يقول ربنا لك الحمد والشكر، وإنما يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خارج الصلاة شيء وداخل الصلاة شيء آخر، فخارج الصلاة ربنا لك الحمد والشكر ما في، بالعكس طيبة، لكن داخل الصلاة لا يقول إلا ربنا لك الحمد، مثل رب اغفر لي ولوالدي اللي يقوله بين السجدتين مثلا، خطأ. الصحيح رب اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، لكن اغفر لي ولوالدي لو قالها مرة ما في بأس، لكن لا يلتزمها، كأنها هي السنة. السنة رب اغفر لي، ولا يقول لي والدي، مع أن الوالدين الدعاء لهما من البر وأمر مطلوب، لكن ليس هنا في السجود. في السجود يقول رب اغفر لي ولوالدي، في التشهد قبل السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي، أو بعد ما يقول الذكر رب اغفر لي يقول رب اغفر لي ولوالدي مثلا، بعد أن يقول الذكر المشروع، لأن هذا أيضا مجال دعاء، فيقوله بعد أن يقول رب اغفر لي فقط مرتين، أو يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني مثلا. فلو أطال الإمام مثلا الجلوس وأنت قلت الذكر المشروع، لا بس أن تقول بعد ذلك رب اغفر لي ولوالدي، لكن لا تتخذ سنة.